بمناسبة درجات الحرارة اللي تابعناها مع حضراتكم الفترة دي بقى بتشهد أرقام قياسية لدرجة حرارة سطح الأرض واللي وصلت ل 17 درجة تقريبا وهو رقم الأعلى على الإطلاق وده طبعا أو طبقا لإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية. الرقم القياسي اللي كان قبل كده لسطح الأرض كان مسجل في يوليو 2016 وكان حوالي 16.88 درجة، لكن السنة دي ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض لتقريبا 17 درجة وده طبعا بسبب التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم وكمان ارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة زي ما قال الخبراء انه بيحصل مع بداية ظهور ظاهرة النينو اللي بتسبب في زيادة درجة الحرارة على اليابسة في المحيطات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده من ضيفنا على الهاتف دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. خلينا نعرف من حضرتك الارتفاع ده حصل ازاي وليه ايه سببه وهيأثر علينا ازاي وهنحس بيه ازاي؟ هو طبعا ارتفاع درجات الحرارة اللي نتحدث عنها ليس درجات الحرارة اللي هي الخاصة بالطقس اللي احنا بنقول والله ده النهاردة درجة الحرارة 32 او 30 او 29، نتكلم على درجة حرارة سخونة سطح الكرة الأرضية. وده الموضوع الأخطر والأهم لأنه نحن لا نتحدث عن بقعة أو عن كيلو متر أو 10,000 كيلو متر، ولكننا نتحدث عن غلاف الكرة الأرضية بالكامل. وخلينا نقول إن احنا بنتكلم عن الكراست، عن القشرة الأرضية نفسها اللي هي بتشكل الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها. هذه السخونة لا تحدث بين يوم وليلة، يعني 100 سنة اللي فاتت وصلنا لتسعة من عشرة، أقل من 1% في 100 سنة، 9 من 10 فقط. للأسف الشديد المؤشرات بتتكلم إن إحنا لو استمرينا بالأوضاع الحالية من حجم التلوث والصناعات التي تبث أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين والتي تزيد من غلالة أو ما يطلق عليه طبقة الزجاج للغلاف الجوي التي لا تسمح بخروج الأشعة تحت الحمراء من فوق سطح الأرض إلى الفضاء الكوني. فتفضل هذه الأشعة تحت الحمراء تسخن بسطح الكرة الأرضية، ودي مشكلة البشرية إن إحنا توسعنا بشدة في حرق الوقود وحرق الفحم وحرق كل أنواع الوقود ولم نأخذ في اعتبارنا أن الغلاف الجوي له قدرة لاستيعاب هذا الكم من الغازات المسببة للاحتراق. أكيد. ودي الأزمة الحقيقية، عشان كده احنا بنقول والله أزمة الاحتباس الحراري، يعني حبسنا الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية مش عارفة تخرج إلى الفضاء الكوني. وبالتالي كنا بنقول في 2050 هنبقى 1.5 درجة في السخون سطح الكرة الأرضية، ودي مشكلة كبيرة. لكن يبدو وللأسف الشديد أن المؤشرات بتقول لا، ده هيبقى قبل 2050 ممكن نعدي 1.5 درجة. ودي الحقيقة هيبقى ليها أسباب أو أعراض خطيرة جدا، سواء بالجفاف، سواء بقلة الأمن الغذائي، سواء بندرة المياه، سواء بتجفيف كثير من منابع الأنهار في دول بالكامل زي تشاد والنيجر والصومال، عدة دول أفريقية، أكثر من 10-12 دولة أفريقية تضررت تضرر بالغ وتكاد تكون خرجت كل مواردها الغذائية من سطح الكرة، وأشهرها الصومال. الصومال كانت بلد فيها غناء يعني كم من التنوع، وللأسف الشديد النهاردة أصبحت صحراء ضرباء. حتى الأزمة العالمية زادت بعد قطع الأشجار، يعني احنا كنا بنقول نزود قطع الأشجار علشان نخفف حجم حدة التلوث وفي نفس الوقت نخفف حدة الحرارة، وقلنا ممكن نستعيد ثلث سطح الكرة الأرضية اللي كان غابات، ثلثها تم الحرق أكثر من 42% من مساحة الغابات على سطح الكرة الأرضية. وبالتالي زادت من حجم الاحتباس الحراري، لأن احنا بنعتذر انه الورقة الخضراء دي هي مجرد فلتر بياخد اكسيد الكربون ويطلع لنا الاكسجين، فلما قطعنا هذه الاشجار بهذا الكم الكبير جدا
زادت من أزمة الاحتباس الحراري، وقلت نسبة الشبكات الشجرية التي تمتص أكسيد الكربون والكبريت والكربون، فبتزيد هذه الأكسيد وبالتالي بتزود احتباس حراري وبالتالي بتزود سطح الكرة الأرضية في درجة الحرارة. فسواء الجزء اللي بيتأثر بسطح الكرة الأرضية ده مناطق غذائية وجفت أو مناطق يجي لها سيول لا تستطيع أن تتحكم فيها أو أعاصير لا تستطيع أن تتحكم فيها أو زي ما حضرتك أشرت إلى ظاهرة المنيو. أنا فعلا عايزة أقف عند النقطة دي يا فندم، يعني إحنا أنا يعني قلت في المقدمة على ظاهرة النينو أو النانو، أنا مش عارفة بتنطق زي الحقيقة، بس حابين نفهم دي طيب دي تأثيرها علينا بالظبط إيه أو على سطح الكرة الأرضية وسخونتها؟ هو طبعا يعني هي جزء من المنظومة الطبيعية لسطح الكرة الأرضية إنه يبقى الإعصار بيبقى تيار هوائي شديد، وهذا التيار الهوائي الشديد بيلامس عادة مسطحات المائية الكبيرة، يعني بياخد كل مثلا المحيط الهادي، كل المحيط الهندي، كل المحيط الأطلنطي، بياخدوا تيار هوائي شديد غالبا بيبقى ساخن وفي من أوقات أخرى بيبقى بارد، وحسب درجة الحرارة دي هو في طريقه بيسخن أو يبرد المسطح المائي اللي تحته. فبقى عندنا ظاهرة ليها يعني عرضين، العرض الأول هو تسخين الهواء نفسه، والعرض الثاني هو تسخين مياه البحار نفسها. يصاحب ذلك ما يطلق عليها تحول المحيطات إلى مناطق حامضية. مناطق حامضية دي بالبلدي يعني ميت نار، بتسلخ أو بتموت كثير من الميكروبات أو الكائنات الحية أو الكائنات البحرية. وده بيزيد أساسا من أزمة ثروة الثروة السمكية اللي هي تشكل مصدر أساسي للغذاء العالمي. أيضا بيؤثر على كل المسار بتاع الأراضي الزراعية فيها، سواء بالجفاف أو سواء بارتفاع درجة الحرارة، فبتقل درجة أو نسبة الأمن الغذائي على مستوى العالم. وإحنا بنتكلم على إيه؟ إحنا بنتكلم على مسار المحيط الهادي أو المحيط الأطلنطي، يعني بنتكلم على أكثر من 7000 كيلومتر يعني أو 8000 كيلومتر، فبتاخد نسبة كبيرة. اللي بيحصل أكثر بقى هو تحول، ودي المشكلة اللي احنا بندرس فيها كل العالم دلوقتي، وهو التحول إلى ما يطلق عليه نسبة الحموضة العالية نتيجة نسبة التلوث. احنا بنقول عليها ده شوية أكسيد كربون، احنا بنتكلم عليها بالبساطة كده دي مية نار. أكسيد الكربون يعني احنا لما يلتصق بالغاز أو بالمياه أو حتى بالفيبر اللي هو البخار، بيتحول بعد كده إلى وسط حامضي. هذا الوسط الحامضي بيقضي على كثير من الكائنات. عندنا في المحيطات ما يطلق عليها يعني الطحالب الزرقاء والطحالب الخضراء. الطحالب ده يعني نقطة كده خضرة كده، هذه النقطة سبحان الله لما تتجمع جنب بعضها بتعتبرها كأنها غابة ماشية بتنتج الأكسجين في هذا المحيط العملاق. التلوث بقى بيفسد هذه الطحالب الخضراء اللي هي مصدر للأكسجين في المحيطات والبحار، فطبعا بتحسن هذه الدرجة. فنحن نأمل أن يبقى فيه يعني تعاون جدي بين دول العالم، لأن احنا في أفريقيا وفي العالم العربي بلا ضرر تضررنا من الصناعات التي أكيد يعني طبعا شبعت منها أوروبا والاتحاد. نأمل لده حقيقي، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الكم الهائل من المعلومات. دكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، بنشكرك شكرا جزيلا.